كل هذه العنجهية والقصف الهستيري والدمار التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يحدثه في غزة وإثارة الرعب والقلق في نفوس المواطنين؟ والله لن يحدث أمر الله إلا ما كتبه الله. اللهم ثبت المجاهدين، اللهم صبرنا، اللهم يا رب اكتب لنا الأمن والأمان وادحر هذا الاحتلال واكتب لنا النصر المبين. طمنوا يا جماعة وهدوا من نفسكم وسيطروا على قلقكم، هي ساعات بإذن الله، وإحنا بإذن الله كلنا في معية الله، والله إن شاء الله مش رح يغبلنا ورح يعني يخلينا في بر الأمان دوما، وإن شاء الله تعالى هنلقاكم كلكم على خير ونشوفكم دائما بأمن وأمان. طمنوا اللي حواليك، طمنوا أهليك، طمنوا أبنائكم، طمنوا زوجاتكم وأهليكم أنه أنتم دائما بخير وإحنا دائما هنكون بخير، وبإذن الله مش هيحدث بيننا أي شر. وكل هذا ما بدل إلا على أن الاحتلال تلقى ضربة موجعة، وبإذن الله سنكون نحن المنتصرين. اللهم نصرك الذي وعدت يا الله.